ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يعني هؤلاء المنافقون ألا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ يعني الذي يقولونه أمام الناس والذي يخفونه بينهم، يتكلمون بينهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. طيب، عند الله سبحانه سواء بين أصحابكم مع أنفسكم، أمام الناس كله عند الله في عالم الشهادة سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى منكرا عليهم، هذا سؤال استنكاري وفيه توبيخ من الله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ علام مبالغة، صيغة مبالغة، علام الغيوب، كل الغيوب شهادة بالنسبة لله تبارك وتعالى، كل الغيوب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الغيب عند الله شهادة سبحانه وتعالى، ما في شيء غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان بضم الغين وكسرها: الغيوب الغيوب، يعني قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.